بونسوار بونسوار بيانفوني في هذا الفيديو غادي نشوفو واحد الدرس ديال لو ليكسيك ديكريغ ان انيمال اللي موجود في الصفحه 106 و107. غادي نقراو هذا التكست هذا ونشرحوه مزيان، وغادي نجاوبو على هاد التمارين هادو مع ما يكفي وما يلزم من الشرح. تبعوا معايا. لو باندا جيون est un mammifère de la famille des oursidés qui se caractérise par une corpulence assez volumineuse. En effet, cet animal pèse entre 80 et 125 kg pour une taille moyenne de 1,65 m. Elle possède un pelage noir et blanc. La femelle est généralement plus petite et moins volumineuse que le mâle. Le panda possède 6 doigts, dont un faux pouce. Ce doigt est connu comme étant l'os sésamoïde, qui est en fait le prolongement de son poignet. Son membre lui permet d'attraper les tiges de bambou. Alors, le panda géant, yani le panda l'imlaq, rah men tadiyat. Men l'osra ou la men l'aïla diel dibaba. وكيتميز بواحد الوزن كبير شويه، الحجم ديالو كبير. في الواقع هاد الحيوان هذا كيوزن ما بين 80 و 125 كيلوغرام، والطول ديالو كيتراوح حوالي متر فاصلة 65. الصوف ديالو او الزغب ديالو كحل ابيض، والانثى في الواقع ولا عموما هي صغر شويه من الذكر، قل منه في الحجم. الباندا عنده 6 ديال الصباع، من بيناتهم واحد الفو بوس، يعني الصبع الكبير عنده واحد اخر زايد. هاد لودوا هذا، هاد الصبع هذا هو اللي كي يكون نورمالمون عند جميع الكائنات اللي عندهم الصباع، وكيكون صغير. هو دوك الناس اللي كيكون عندهم 6 الصباع، راه هو في الواقع داك العظم هو اللي كيكبر شويه وكيبان. الوغ كنسميوه لوس. الوغ هو كيمثل بحال الامتداد ديال القبضه ديالو، هو اللي كيمكنو من انه يشد القضبان او الاغصان ديال البامبو، داك النوع من القصب اللي هو كيتغدى عليه او الخيزران. alors la première question عندنا de quel animal parle-t-on dans le texte؟ tout simplement on parle du panda او le panda géant. on parle dans ce texte du panda géant. السؤال الثاني عندنا je souligne les caractéristiques de cet animal. في الحقيقه هما راه مسطرو عليهم، بقاو شي وحيدين قلال اللي يمكن نزيدوهم حنايا. نزيدو مثلا هاد ماميفير، ماميفير يعني من الثدييات. تري بيان، ايوا كيبان لي هادي هي اللي بقات. وممكن نزيدو هنايا مثلا هاد لا فوميل اي بلو بوتيت، لا فوميل اي بلو بوتيت كو لو مال. الوغ ا كوا سيرف سي مو سوليني، هاد لي مو سوليني دون لو تيكست ا كوا اي سيرف، لاش كي يصلحوا، شنو هي الوظيفه ديالهم، شنو هو الدور ديالهم في هذا التكست هذا. ملي كنكونوا كنوصفوا واحد الحيوان الوغ كنحتاجوا نوصفوا الصفات ديالو، لي كاركتيرستيك ديالو، الجسم، النوع، اللون، اتسيتيرا، الوزن، لا طاي، اش كياكل، فين كيعيش. فوالا الوغ سيرف ا ديكريغ لانيمال او بيان لو باندا، كيساعدونا باش نوصفوا الباندا. elles servent à décrire le panda. je classe les mots soulignés dans ce tableau. عندنا دوك 6 ديال الكلمات اللي مسطرين عليهم هما، غادي نحاولوا نصنفوهم في هذا الجدول هذا. راهم ساهلين، ساهلين بزاف. عندنا لا طاي يعني القامه، الوزن، البولاج يعني الزغب ولا الصوف، لا كوربولونس يعني الحجم ديالو، الوزن ديالو كيفاش داير، عدد الاصابع، لو نومبر دو دوا، اي لا نوريتور اش كياكل. الوغ لا طاي عندنا 1,65 متر، لو بوا اونتر 80 و 125 كيلوغرام، لو بولاج نوار اي بلون كحل ابيض، لا كوربولونس فوليمينوز، لو نومبر دو دوا 6 doigts et la nourriture, le bambou. Ok, il y a quoi spécialement avec le raq dit le bambou. Deuxième question, je désigne dans ces phrases ce qu'elles décrivent. Les phrases, on dit, qu'est-ce que tu as dit?
شنو هو الجانب اللي كتوصفوا هاد لي فراز هادو بالنسبه لواحد الحيوان باغ اكزومبل. الوغ عندنا لو بوندا في اون شيني، فاش كنقولوا هو كيعيش في الصين، اذا كنوصفوا اش؟ كنوصفوا لو ليو دو في. لا بوليسيون دو لا مير تي لي زوازو مارين، التلوث ديال البحار كيقتل الطيور البحريه. هنا علاش كنهضروا على لو دونجي. لي غوري سون بلو غران كو لي سانج، فاش كنقولوا الغوريلا كبير بزاف على القرد، الوغ فهاد الشيء هذا كنكونوا كنوصفوا لا طاي. الوغ فوالا، يمكن نكتبوا بحال هكا لو بوندا في اون شينيس، فوالا ندير نقطتين. لو ليو لا بوليسيون دو لا مير تو لي زوازو مارين، سي ان دونجي. لي غوري سون بلو غران كو لي سانج، نديروا لا طاي، سا سي تري فاسيل. Je vois de la partie, je m'entraîne, je relis par une flèche. Il y a des phrases, les descriptions des animaux. On va essayer de rapporter avec le genre qui nous faut. Très bien. Alors, la baleine bleue peut peser autant que 150 voitures. Avec le hôte azraq, la baleine bleue, avec le plus grand qui est dans la corale ardia, qui vous aime, il y a و 50 سيارة. الوغ اوطون كو، هادي راها ان اليمون كومباراتيف باش كنديرو لا كومباريزون. بيان سور في لا ديسكريبسيون ديال لي زانيمو كنديرو لا كومباريزون، بحال كيما شفنا هنايا قلنا لي غوري سون بلو غران كو لي سانج. عندنا لي سكوربيون فيف دون لي ريجيون سيش اي شود، العقارب كتعيش في المناطق الجافة والساخنة. إذا كنقولو كتعيش في المناطق، يا سيتادير كنهضرو على لو ليو دو في، مكان العيش أو وسط العيش. عندنا اون إيطوال دو مير أنورمالمون 5 برا، مي بو أون أفواغ جوسكا 50. نجم البحر أو نجمة البحر عندها في العادة كيكون عندها 5 ديال الأصابع، يعني بحال هي نجمة خماسية، مي ممكن نلقاو أحيانا شي وحدة عندها حتى 50. ألوغ في هاد الحالة هادي كنكونو كنوصفو أش؟ Alors c'est une description physique. La pêche excessive menace le hareng. الصيد الجائر، يعني واحد الصيد اللي ما كيحترمش اي المعايير، ما كيتجاوز الكميات، كيكون في الوقت الخارج ديال الفتره المسموح بها. اذا هذا كيتسمى لا بيش اكسيسيف. alors c'est un danger، هذا الخطر اللي كيتهدد هذا النوع من الاسماك. Alors le deuxième exercice, j'observe les photos et je complète. Il y a trois photos, il y a un animal, un animal, un animal, لاكسيون سوتي، معروفة أنها هي التنقل ديالها في الغالب كيكون هو أنها كتنقز. لا كولور فيرت، ويمكن نلقاو حتى شي ألوان واحدة أخرى، مي الكتير هو لو فيغ. إلي أنسيكتيفور، سي كوا أنسيكتيفور؟ يعني أنها كتغدى على الحشرات، كتاكل الحشرات، كنسميوها أنسيكتيفور. هذا عندنا هو لورس، الدب، كيعيش دون لي فوغي. الكور أ 50 كيلومتر ألوغ، إلا كان 50 كيلومتر ألوغ يعني راه سريع، وسريع بزاف في الجري ديالو رغم الضخامة ديال الجسم. لا كولور بران، وحتى بالعربية كنسميوه الدب الأسمر. إلي أومنيفور، سي كوا أومنيفور؟ هي كياكل كل شيء، هو واحد من بين ثلاثة ديال الحيوانات في الكرة الأرضية اللي كياكلوا كل شيء. هاد الحيوانات هما القرد والدب، والأول راه هو الإنسان. On dit omnivore, يعني كياكل كل شيء. الوغ عندنا هنا لومونت، هاد اليعسوب سميتو، ماشي اليعسوب، هذا الصرعوف. اون دي سميتو لامونت، كيعيش دون لي ميليو شو اي سيك، بحالو بحال لو سكوربيون اللي عاد شفنا في التمرين اللي قبل. لاكسيون ديالو فولي، كيطير، واللون ديالو في الغالب خضر، وكاين الوان واحده اخرى. الي انسيكتيفور، حتى هو كياكل الحشرات بحال الناموس، الدبان، الفراشات، اتسيتيرا. Je complète ce paragraphe par le réchauffement climatique, aile, allongée, jaune, nager, mer, le ventre, la tête. عندنا هنايا هاد البطريق، وغادي نحاولوا نكملوا هذا التكست هذا اللي كيهضر على البطريق. اوكي okay.
Alors voilà, نشوفو maintenant l'exercice و خلينا هاد الجوج هادو حتى الاخر. C'est bien. Alors, عندنا un manchot et un oiseau qui a un corps de forme allongée. هو الجسم ديالو راه طويل شويه بحال البيضه. De couleur noire sur le. خلينا هادو قلنا ما غنجاوبوش عليهم. Alors, tandis que le ventre est blanc, le bâton ديالو بيض هو, elle est munie de deux ailes plates et rigides qu'il utilise pour nager. عندو جوج ديال الاجنحه مسطحين مي قاصحين بزاف وبيهم كيعوم اللي كيستعملهم باش يعوم. Il vit la plupart du temps en mer, كيعيش في اغلبيه ديال الوقت في البحر. Bien qu'il ait des ailes, le manchot est incapable de voler. رغم ان عندو اجنحه ولكن هذا لو مونشو ما كيقدرش يطير. Cet animal est menacé par le réchauffement climatique. وهاد الحيوان كيتهددو حتى هو الخطر ديال الاحتباس الحراري. بيان, بقى لنا دابا هادي وهادي. وشنو الكلمات اللي باقي ما استعملناش؟ هما لا تيت وهاد جون. سي بيان. الو غادي نشوفو. قلنا عندنا لو مونشو ان وازو كي ان كور دو فورم الونجي دو كولور نوار سور لو دو. هو عنده واحد لا فورم طويله واللون ديالو كحل في الظهر. سي بيان حتى لهنا. اي واش غادي نقولو جون افيك اون مارك سور لا تيت او نيفو دو كو دو كو؟ غنقولو مثلا هو كحل في الظهر وصفر مع واحد العلامه في الراس على مستوى العنق. او نقولو Elle est de couleur noire sur le dos et la tête. عنده الظهر والراس كحل. Avec une marque. وعنده العنق هو فيه واحد لا مارك هنا صفراء. Avec une marque jaune au niveau du cou. ولكن حيدو هاد سيغ ما تبقاش. وانا هادي هي اللي كنفضل. هادي هاد سيغ ما تبقاش. وغنديرو هنايا. Elle est de couleur noire sur le dos et la tête. راه عنده الظهر والراس كحل ياك. فوالا وهادي قلنا غنحيدوها ونكتبو هنا جون او نيفو دو كو. لا دوزيام كيستيون في اخر تمرين اللي باقي لينا عندنا ابارتيغ دو لا فيش ديدونتيتي اي لا فوتو ريديج ان باراغراف ديسكريبتيف دو سيت انيمال. انطلاقا من هاد لا فيش هادي البطاقه التعريفيه وهاد الصوره نديرو واحد الباراغراف نوصفو فيه هاد الحيوان هذا. عندنا هنا السميه ديالو هو ليكوغوي دوروب السنجاب ديال اوروبا. او ايل في اون فوري دون لي زاربر في الغابات على الاشجار. كومونج تيل اش كياكل دي بوم دو بان دي نوا دي غرين داربر. اذا كياكل في الغالب فواكه وحبوب الى غير ذلك. الوغ لي موناس اش كيتهدد هذا الحيوان هذا؟ لا ديفوريستاسيون الإفيه دو سير القضاء على الغابات أو تدمير الغابات والإحتباس الحراري. Alors voilà ce que nous avons écrit. L'écureuil d'Europe vit dans les forêts. هاد ليكوغوي دوروب كيعيش في الغابات. Il est voilà dépendant des arbres. هو راه ما يقدرش يعيش بلا الأشجار. Il y cache tout ce qu'il a besoin pour se nourrir. الاشجار يعني كيخبي tout ce qu'il a besoin de garder داكشي اللي كيحتاج باش يعيش كوم لي نوا لي بوم دو بان اي دوتر غرين. سو جولي انيمال اي مناسي بار لا ديفورستاسيون اي لافي دو سير. هاد الحيوان راه مهدد بتدمير الغابات وبالافي دو سير الاحتباس الحراري. هادي نهايه هاد الحصه. كنتمنى لكم الاستفاده صادقا كنتمنى لكم الاستفاده. S'il vous plaît, abonnez-vous, like, partagez. Il y a quelque chose ou quelque chose que vous voulez dire, écrivez-le dans les commentaires. Pour l'essentiel, je vous souhaite une bonne journée, une bonne journée. Au revoir.